مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن، الحلقه الاولى في هذا الاسبوع. النهارده سخن جدا، النهارده في اخبار مش احداث، والاخبار لا علاقه باحداث وتاريخ، ولا يمكن الفصل بين ما يحدث داخليا وخارجيا. فما حدث في مصر انعكس على المنطقه بالكامل، ولا نستطيع قراءه تقرير تقصي الحقائق الصادر اليوم عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قرارات ثلاث من الدول بسحب سفرائها من قطر، السعودية، الإمارات، البحرين. هل هذا السحب من أجل مصر أم لأن اللعبة أكبر بكثير؟ لا نستطيع أن نفصل ما بين قرار دول ترى أن أمنها في خطر، ودولة تكشف اليوم حقائق قد تكون صادمة للبعض ولكنها كاشفة عن مأساة حقيقية كلنا حزانا من أجله، من أجل الذين ماتوا في رابعة وما بعد رابعة. رابعة كانت مؤشر لكل ما حدث بعد ذلك من قتل، حتى أن ضحايا ما بعد رابعة أكثر من ضحايا رابعة. وقتها سيتحدث البعض عن من المتسبب. المتسبب هو من ألقى بنفسه في مرمى النيران. المتسبب هو الذي لم يلتفت أنه في مواجهة دولة. المتسبب هو الذي سمح بدخول أسلحة لاعتصام سلمي. المتسبب هو من أطلق الرصاص أولا على رجال الشرطة. المتسبب هو من أعاق وقتل رجل الإسعاف، مما أثار ذعرا ومنع رجال الإسعاف من العمل لفترة طويلة أزهقت فيها أرواح الكثيرين. المتسبب هو جماعة الإخوان المسلمين. دعونا ننظر قليلا فيما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق. حول هذا التقرير توجد بعض المشكلات أستعرضها أولا مع حضراتكم. بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يعترضون على هذا التقرير، بعضهم يرى أن التقرير لم يعرض عليهم قبلها بوقت كاف كي يوافقوا عليه. هذا إجراء شكلي قد يكون مهما، لكن هل هذا يشكك فيما جاء في التقرير أم أن الأساتذة اللي قاموا بهذا التقرير كانوا خالص النية ولكن التعجل ربما أدى إلى خطأ؟ هنحاول نفهم. اثنين، أن هذا ليس التقرير النهائي وأن هناك تقريرا نهائيا سيخرج يوم 17 مارس. ما سمعناه كان بالأكثر عن منطقة ربع العدوية وميدان أو شارع ربع العدوية، لم نسمع كثيرا عن ميدان النهضة. هل يا ترى هذا منفصل عن ذاك أم أن هناك التصاق حتى في أعداد الضحايا؟ أيضا غابت أصوات من حشد ومن احتشد، بمعنى ما عرفته أن المنظمة المصرية ولجنة تقصي الحقائق راسلت وطلبت من كل الأحزاب السياسية، الحرية والعدالة، البناء والتنمية، حتى حزب النور، ان اللي كانوا موجودين يا جماعه او اللي شاركوا في هذا الاعتصام عايزين شهاداتكم. الكل امتنع عن ارسال شهادات. ليه امتنع؟ لان المشاركه تعني القبول النهائي بتلك النتيجه التي خرجوا بها. هم عارفين النتيجه هتقول ايه، عشان كده قرروا انهم ما يشاركوش. طيب هو التقرير بيقول ايه؟ مش عايز اقرا، بس عايز اقول لكم. اولا ابتدي برقم عدد الضحايا، وعايز أقول أنا لا هفرق ما بين ضحايا ما بين شرطة وما بين معتصمين مسلحين أو سلميين، لأن أنا مش عارف أفصل ما بينهم. هو في مصريين ماتوا 632 قتيل، منهم 624 مدنيا وثمانية من رجال الشرطة. طيب العدد قصاد العدد في فرق طبعا. ما عدد قوات أمن دخلت في ضد اعتصام في حشود كبيرة مسلح جاهز وعارف انه رايح يواجه اعتصام مسلح، ومش انا دلوقتي اللي بقول مسلح او لا، قبل كده كانت المؤشرات تقول انه مسلح. تقرير لجنة تقصي الحقائق من خلال الفيديوهات اثبت ان هذا الاعتصام كان مسلح. الاعتصام مسلح مش معنى كده ان كل المعتصمين مسلحين، كان هناك معتصمين سلميين لم يروا سلاحا او راوا ما عرفوش يخرجوا، ده وارد جدا، لكن الغالبيه كان فيه مسالمين.
مش بناقش الوجود صح او خطا، انا بتكلم عن اللي جاء في التقرير. هناك ملاحظه اساسيه لدخول مسلحين بين المسلحين بين المعتصمين، نعم. كان هناك محترفين مسلحين داخل الاعتصام، التقرير بيقول نعم، بدليل القنص وطريقة الضرب. الذي بدأ الضرب أول رصاصة تطلق لقوات الشرطة كانت بتحذر، أخذ عليها أنها حذرت 25 دقيقة فقط ولم تستوفي الوقت للتحذير الكافي، ولكنها حذرت في هذا التوقيت. أطلق الرصاص على قوات الشرطة مما أدى إلى مقتل ضابطين، منهم واحد ما كانش شايل سلاح، كان ماسك ميكروفون بيكلم فيه وبيطالب الناس بالخروج الآمن من خلال ممر واحد من شارع النصر، وهذا مأخذ آخر أخذ على استعدادات الداخلية بأنها كان عليها أن توفر أكثر من خروج آمن أو ملاذ آمن يخرج منه، لأن حصل حالة من الفوضى. اللي كانوا بيحرضوا المعتصمين قالوا لهم ان اللي بيخرج بيتقبض عليه والشرطه بتاخده فما تخرجوش، كانوا بيحاولوا يتسلحوا بيهم اطول وقت ممكن. التقرير رصد استخدام الاطفال كدروع بشريه. التقرير اثبت ان المعتصمين او القائمين على هذا الاعتصام استغلوا من اراد تقديم مساعدات انسانيه باحتجاز جبري. التقرير اثبت ان هناك عمليات قتل وصلت الى 11 قتيلا تم تعذيبهم داخل ربعه، بعضهم عثر على جثمينهم في العمرانية أو في حديقة الأرمان بجوار النهضة. قبل أن أفيض في الحديث معي الأستاذ المحامي المعروف الأستاذ مختار نوح. مساء الخير يا أستاذ مختار. أهلا بك يا خالد. أهلا يا فندم. أستاذ مختار، حضرتك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أي يا فندم. هل اطلعت على التقرير الذي عرض اليوم أو جزء منه اليوم في مؤتمر صحفي؟ لا. لماذا؟ هل من الطبيعي أو المعتاد في المجلس إذا كلف فريق بعمل في لجنة تقصي حقائق أن يعرض على أعضاء المجلس؟ شوف يعني أنا حضرتك يعني لي يعني أنا ما بحبش أدخل في تفصيلات الشكوى أمام يعني أمام الكاميرات بالذات من أي حاجة. نعم. إنما هو أنا هقول إن مصر بصفة عامة كدولة جديدة في الديمقراطية، عمر الديمقراطية فيها 30 يوم بس أو 40 يوم أو 50 يوم. نعم. يعني من بعد 36 بشوية هي قررت تمشي في الطريق الديمقراطية. لكن نعم. الناس الموجودين الموروث الثقافي بتاعهم والموروث التربوي بعيد عن الديمقراطية تماما، ومنها مؤسسات الدولة نفسها زي مثلا، وده هيخلي في عبء كبير على الرئيس القادم إن هيحكم أجيال غير مؤهلة للديمقراطية هيحكمهم باسم الديمقراطيه. من ضمن المنظمات اعتقد ان مجلس القومي لحقوق الانسان ان الامور بتدار فيه مش بروح الديمقراطيه، وايضا يعني المجلس ده محتاج تغيير من حيث العاملين فيه، من حيث التصور، من حيث دوره، من حيث التشريع اللي بيحكمه. وبالتالي دي مش اول مره الحقيقه ان احنا ما يعرضش علينا بيان قبل ما، بل بالعكس انا بعتبر ان البيانات كلها لم تعرض، ولا اعتقد ان حضرتك بتشتغل عرض علي هذا الامر، ولا اعتقد ان انا عرض علي هذا الامر، ولا اي بيان صدر قبل كده. فانا النهارده عملت مش احتجاج، لفت نظر بسيط لاخواننا ان البيان ده لازم يعرض علينا الاول، فانا قلت والله لن احضر هذا المؤتمر، ونزلت بيان بمجهودي انا في مجال حقوق الانسان، نزلته على الصفحه بتاعتي انا. ترفعت في الفترة فاتت عن 607 حالة، ورصدت مخالفات معينة لحقوق الإنسان، ولجأت مباشرة إلى النائب العام وإلى وزارة الداخلية، والحمد لله أفرج عن 430 حالة، وفي مخالفات كثيرة تم تجاوزها، بس كل هذا النشاط للأسف ما كانش عن طريق مجلس القومي لحقوق الإنسان، لأني ما لقيتش العمل بالروح الجماعية المطلوبة. ونفس الأمر في المؤتمر النهاردة، يعني إحنا حتى مكان المؤتمر ما عرفناهوش الا قبلها ب 24 ساعه او 48 ساعه، وبالتالي الموضوع ذاته مين قال ان هي دي الحقائق؟ ما زي ما انت نزلت وسالت، احنا اجزاء من الاحداث، يعني احنا اجزاء من الاحداث واجزاء من المعرفه، حتى لو ما كناش في اللجنه فاحنا جزء من الاحداث والمعرفه، ثم ما يصدر عنا حتى لو كان بيان لابد ان يعرض على الافراد، لان مش كل البيانات، يعني مش كل ما يعرف حتى يقال، يعني نفترض في وقت يقال بعد ذلك
حقيقة تقال بعد ذلك، أو حقيقة تقدم على حقيقة أخرى، أو حقيقة عرضت بشكل غير كامل، فهي لا تصور حقيقة، لازم يكون لنا رأي. بس ما هو في النهاية أستاذ مختار لابد أن تكلف لجنة، يعني لو حضرتك كنت في هذه اللجنة فأنا ما هيقدرش عضو من المجلس يقول لي ومن قال أن لديك كل الحقيقة. طبعا، بس أنت لازم تستخدم الطرق والوسائل، يعني مسألة قاصرة على طب واحد، لا تستنفذ كل الطرق والوسائل وتكتمل بالمجلس وتعرض عليه البيان المطلوب قوله، ومن الذي يقول أيضا؟ دي برضه لازم تكون جزء من المناقشة، ويقول إيه؟ وفي أي مناسبة؟ يعني لا، الرأي الشورى. الشورى دي صعبة على كثير من مؤسسات مصر أن تهضمها، لأن إحنا جداد قوي 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 في سيادة مصر، مش متربيين على الأساس. فالأمور ماشية كده يعني طيب بعيداً عن الأمور. وإحنا الحقيقة ما بنزعلش قوي. طيب ده كويس، ما هي سماحة النفس ده حاجة مهمة يا أستاذ مختار. لا ما تزعلش قوي. وأنت ترى التقرير اليوم، هل تصادم فيه شيء مع قناعاتك أو مع ما لديك من معلومات؟ والله أنا ما أعرف عنه حاجة حتى هذه اللحظة. لا اتفرجت على مؤتمر ولا قريت. لا، وحتى أنا ما أعرفش اللي اتقال في المؤتمر هو التقرير ولا لا، يعني دي مسائل أنا ما جاليش نسخة من التقرير أصلا لغاية دلوقتي. ومش انا بس، انا اثق كثيرين غيري لم يصلهم اي نسخه من التقرير. من اعضاء المجلس، عشان كده بقول لحضرتك احنا محتاجين اعاده صياغه فكرنا ناحيه الديمقراطيه. نعم، بشكرك جدا المحامي المعروف الاستاذ مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. طيب بعد الاعتصام وبعد فضل الاعتصام كما جاء في التقرير سقط 686، خدوا بالكم 632 مش آلاف زي ما قالوا، فترة العصر زي ما المؤتمر قال وكان جزء أكبر من الضحايا سقطوا كانوا 300 حسب تقدير الدكتور محمد البلتاجي، وصلوا ل 632 قتيلا في ربعة والمحيط بتاع ربعة. الإخوان حتى هذه اللحظة بيخرجوا على قناة الحظيرة بيتكلموا عن 8000، الشيخ القطري القرضاوي بيتكلم عن آلاف سقطوا في ربعة رسميا، ومن كل الجهات ومن الطب الشرعي ومن التوقيع الكشف ومن شهادات الوفاة 632. هل ده عدد قليل؟ عدد كبير، كل واحد يساوي عند عيلته أصحابه كتير. لا تبرير للموت، لا تبرير للقتل، نحن حزانة على أي حد مات، لكن مين اللي بيودينا لهذا المصير ومازال مصر عليه؟ الذين يروجون للإرهاب بحديثهم عن الآلاف اللي ماتوا في ربعة. طيب التقرير بيقول لكم انتوا اللي قتلتوا، المشاهد اللي شفتوها حضراتكم من شوية كلها ضرب من داخل الميدان في وسط المعتصمين، المعتصمين شايفين ناس شايلين آلي ومحترفين وبيضربوا. وانت تتوقع وانت في مواجهة دولة جاي تقول لك اتفض وروح سيادتك هتعمل ايه؟ هترمي عليك ورد؟ ما هو مش طبيعي. طبيعي القيادات بتاع الاعتصام راحت فين كلها؟ ازاي سابت الناس اللي موجودين اغلبهم غلابه وناس مصدقين فضلوا في هذا المكان يواجهوا مصيرهم ويدفعوا ثمن العنف واطلاق الرصاص والارهاب المتبادل ما بين الامن وما بين ارهابيين؟ ازاي سابوهم وخرجوا؟ ازاي قبلها كانوا عارفين ان معاد فض واختفوا؟ ليه ما فيش واحد فيهم وقف يقول انا في وسطكم يا رجاله ساعيش واموت معكم؟ ليه ما قعدش ياخد رصاصة بصدره علشان يبقى صاحب قضية؟ شوية هربوا على قطر وتركيا وشوية استخبوا في شقة زي الستات، ما فيش فيهم واحد جرؤ يخرج الشارع، وفيهم اللي حاول يهرب عبر مسالك ما تواجه ما تحضر، كلهم اختفوا. قال لك الجيش المصري قاتل المصريين، التقرير قال الجيش المصري لم يشارك في عمليات الفض ولم يطلق رصاصة واحدة، كل الضحايا التقارير بتاعتهم مفيش رصاصة من الرصاص اللي بيستخدمه القوات المسلحة. يبقى الجيش المصري ماله؟ انه كان بيأمن الحدود؟ ما هو لازم يأمن الحدود. هل اشترك في شيء؟ هل ضرب حد؟ هل مسك حد؟ هذا التقرير بيقول لا. طيب معايا السيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد
وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة. مساء الخير سيادة المساعد. أهلا سيادة خير، مساء النور ليك. أهلا ازيك سيادة اللواء. سيادة اللواء، كيف استقبلتم تقرير أو الجزء من التقرير الذي عرض اليوم في المؤتمر الصحفي؟ يعني رغم أن التقرير نسب لنا أو قصور في ثلاث نقاط، إلا أنه الحقيقة في مجمله تقريرا موضوعيا. نعم. سرد الحقائق على واقعها وعلى حقيقتها، وتناول الإجراءات وما تم فيها من خلال رصد موضوعي. ربما قد يكون قد تجاوز بعض الشيء في رصد أعداد الوفيات، نظرا لأن ما تم رصده من وفيات هو 632، ده عدد كبير لم يقع ضحايا في فض ربع العدوية بهذا العدد. هو قال ربعة والمناطق المحيطة، يعني كان في مسجد تاني كان في عدد أيضا 200 أو حاجة، أعتقد أنه جامع العدد كله. مش عارف النهضة ضمن ده ولا لا؟ لا، النهضة مش من بينها، ولكن هو جمع فيهم ما كانوا في مسجد الإيمان 377، وقد ثبت أن من كانوا في مسجد الإيمان كانوا يأتون من كل الأقاليم. ضبطنا 5 وقاع محرر عنها محاضر موتى، كانوا قادمين من مناطق الصف والأليوبية والمنوفية في سيارات الانضمام إلى مسجد الجثث الموجودة في مسجد ربعة. يعني هذه الأرقام يحتاجها بعض الدقة. أما ما نسب إلينا في هذا التقرير من أننا المدة التي منحت 25 دقيقة، نعم، دقيقة لخروج المعتصمين، أحب أوضح أننا لم نحدد موعدا 25 دقيقة أو 35 أو 45 أو خلاف، ولكن بدأنا في مناشدة المعتصمين، مناشدتهم بالخروج إلى الممر الآمن الذي تم تحديده في شارع النصر، وهو شارع متسع يسع إلى عشرات الآلاف إذا ما أرادوا الخروج، وكان مؤمنا ومفتوحا وخاليا من القوات، وكانت مناشداتنا تحضهم على الخروج وتؤمنهم وتؤمن أنه لن يتم ملاحقة أي منهم، بل أن هناك سيارات مجهزة للنقلين. إلا أنهم بعد مضي 25 دقيقة من بداية مناشدتنا، بادر أحد المعتصمين من داخل الاعتصام بإطلاق النيران التي استشهد على أثرها الضابط الذي كان يناشدهم، الذي كان ممسكا بالميكروفون ويناشدهم، مما بين وأوضح وأن نيتهم ليست بالانصراف أو السلمية، واستمرت المنصة في الخطب التحريضية والتحريض على أمر العنف والاعتصام والتمسك وهكذا. ثم بدأت زجاجات الملتوف وبدأت التداعيات، الأمر الذي اضطر القوات الأمنية لبدء اتخاذ إجراءات إلقاء الغاز واستخدام الإجراءات في مواجهة فض الاعتصام. التقرير أيضا بيتحدث عن الاستخدام المفرط في القوة في مواجهة قوة أيضا. هو بيقول عدم التناسب. هو عدم التناسب هنا يعني حالة الضرورة التي استوجبت استخدام السلاح موجودة قانونا وحقوقيا وكل ذلك. أما عدم التناسب فهو هناك جزئين، إما عدم التناسب في الكم أو عدم التناسب في النوع. هو أشار إلى أن النوع لم كان هناك تناسبا فيه، ولم تستخدم أسلحة كبيرة أو عالية أو ثقيلة أو خلافه، بل استخدمت أسلحة مماثلة للأسلحة التي كان يستخدمها المعتصمون. يقول في عدم التناسب أن القوات الأمنية استخدمت كثافة نيران عالية أعلى من الذي استخدمه هذه العصابة، ويعني ربما ذلك يثير الاستغراب. هل من المفترض أن الدولة حينما تواجه عصابة يكون هناك تناسب في استخدام، يعني عصابة تطلق النار على القوات وترد عليها القوات بمثل هذا التناسب؟ لابد أن يكون للقوة فرض سيطرتها وهيبتها، بالإضافة إلى أن مصادر إطلاق النيران من أفراد هذه العصابة لم يكن من منطقة واحدة أو محددة، بل كانت تطلق النيران من أماكن مختفية أعلى أسطح وفي داخل بنايات وخلف سواتر، مما كان يؤدي إلى إطلاق كثافة نيرانية حتى يمكن إسكات هذه المصادر. يعني هذا التناسب، وإن كنا يعني لا نمتعض كثيرا من هذا التقرير ورغم ما جاء فيه من أوقع قصور نسبت إلينا وسنتدارسها، إلا أنه في مجمله كان ينشد منا أن نكون الأمثل، وربما يعني هذا الأمثل يتحقق في إجراءات أخرى، ولكن ما نسب إلينا من أوقع تقصير كلها يعني يعني ما لقيتش في الورد عيب، قلت له يا احمر الخدين. هي وصلت لحد الورد يعني. كويس. طيب سياده اللواء، التقرير ايضا قال انه طلب من وزاره الداخليه خطه الفض
ولكن الداخلية رفضت تقديم هذه الخطة. إذا كانت الخطة أو الخطة تطلب بعد الفضل، فماذا يدور الداخلية أن تقدمها إلى لجنة تقصي حقائق؟ يعني هي الخطة كانت واضحة، وهناك كان لقاء تشاوريا في الوزارة ضم عناصر من المنظمات الحقوقية، تشاورنا خلاله في إجراءات الفضل وفي خطة الفضل، وتدارسنا إجراءات التدرج وفق المعايير القانونية والمعايير التدريجية. أيوة، مش ده كله كان مكتوب في ورق؟ كان ذلك، كان اجتماع حضره العديد من الممثلين لمنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى حقوقية مدنية ومجتمع أهلي، يعني كان ذلك علنيا وفي لا اجتماع. لا سيادة اللواء، أنا بسأل، هل كان هناك خطة مكتوبة أم أنها كانت خطة في خلال اجتماع لذلك لم تقدم الخطة إلى لجنة تقصي الحقائق؟ لا، الخطة كانت مكتوبة وموضحة عناصرها، ولكن الخطط الأمنية بتفاصيلها ربما يعني لا تنشر هكذا، إنما عناصرها كانت واضحة، وهي التدرج في استخدام القوة، إحكام الحصار، ثم المناشدة، ثم استخدام المياه، ثم استخدام محدثات الصوت، ثم استخدام الغاز. هذه خطة متدرجة ومعلنة، وحتى التقرير خلص إلى الخطة دون أن يأخذ عناصرها، وخلص إلى عناصرها من استقراء الأحداث. نعم. يعني الخطة لم تكن خطة مبهمة أو خطة فيها حيل أو مبتكرات، ولكنها كانت خطة أمنية عادية جدا في مواجهة فض هذا الاعتصام. طيب، هو من الحاجات المهمة قوي أن حضرتك بتقول أن احنا لا ننكر القصور وسنأخذ به في تعاملاتنا كخبرة لاحقة، وإن شاء الله ما تحتاجوش أن أنتوا تشتبكوا ولا تفضوا ولا يكون في اعتصام ولا دم يراق من أي من المصريين. إن شاء الله مال ذلك، ولكن يعني إذا كان هناك تعليق على التناسب، أحب أوضح لسيادتك أنه عقب فض الاعتصام ضبط أحد العناصر الذي كان معلوما أنه مشارك في الاعتصام ويحمل بعض الأسلحة، ضبط وأرشد عن 3 قطع أسلحة ثقيلة كان يخبئها في أحد البنايات بجوار المنطقة، بجوار هذه المنطقة. نعم، أنا فاكر أن أنتوا عثرتوا على أسلحة في طيبمول أيضا في أحد المحلات. طيبمول بالضبط يا فندم. نعم. بينها سلاح ثقيل. نعم، بشكرك جدا السيد اللواء فتح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. بسرعة شديدة عايز أقول لكم أهم النقاط اللي اتكلم فيها هذا التقرير. 1، الانتهاكات التي ارتكبت أثناء فض الاعتصام، القتل خارج إطار القانون، اللي هو إجمالي حالات القتل 11 حالة اللي تعرضوا لتعذيب داخل الاعتصام ونقل الجثامين في أماكن مختلفة، التعذيب واستعمال القسوة، كانوا بياخدوا الضحايا لأماكن غير معلومة داخل الاعتصام وبيضربوهم وبيعذبوهم شكا وظنا أنهم عملاء، أنهم مدسوسين، أنهم ليسوا تابعين لهم، وهؤلاء تقدموا ببلاغات والطب الشرعي أثبت أنهم تعرضوا لتعذيب. الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني، منع الناس اللي كانت داخلة وسحب البطاقات بتاعتهم ومنعهم من الخروج، استغلال الأطفال في الصراعات السياسية، تبين أنهم جايبين مجموعات من الأطفال من دور رعاية تابعة ليهم وده جريمة، حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام. حضراتكم شايفين الفيديوهات اللي بتتعرض طول الوقت، دي كانت فيديوهات معروضة وبين يدي لجنة تقصي الحقائق، التحريض على العنف والحض على الكراهية، كلنا شفنا ده على منصة 4. الانتهاكات اللي تمت أثناء فض الاعتصام الخاصة بالداخلية، عدم إمهال المعتصمين السلميين فرصة كافية لمغادرة الاعتصام، استخدام المدنيين كدروع بشرية دي العناصر المسلحة داخل التنظيم أو الجماعة شكرا آسف، عدم كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر الآمن، جزء من الاعتصام مقاومة السلطات وانعدام التناسبية الاثنين قصاد بعض، حرمان المصابين من الحصول على الإسعافات الأولية. هذا أهم ما جاء في هذا التقرير الهام. اللي بيقول إيه؟ اللي بيقول مش عايزين نفضل نقول مين اللي أخطأ أكتر، أي حد بيحب البلد دي يقول إن احنا عايزين ندور على حقوق من ماتوا، أهاليهم، من يستحق، الإرهابي إرهابي والذي أجرم أجرم، لكن في أهالي يجب أن ننظر إليهم، السلميين اللي ما كانش لهم دعوة وقتلوا لأنهم استغلوا استغلال سيء، هذه الصفحة محتاجة علاج طويل حتى تهدأ النفوس. الذين لن تهدأ نفوسهم ولهم أهداف أخرى و
سعوا إلى أن يموت 686 قتيلا حتى الآن، منهم 64 من رجال الشرطة و 622 مدنيا من كل الاتجاهات، مش هيهدوا، وعايزين البلد دي تفضل مولعة، وعايزين الناس تموت. بس أنا بكلم كل واحد عنده مرارة أو عنده كان تصور خاطئ، لأن ربعة ما كانش فيها تسليح، ربعة ما عملوش أي حاجة، ربعة كانوا قاعدين مسلمين كلهم. لا، لازم يعرف أنه تم استغلال ربعة، تم استغلال الأطفال، تم استغلال النساء، تم استغلال مشاعر باسم الدين. وإن احنا مش هنفضل نتكلم في الموضوع ده كتير، احنا نريد أن يحصل كل إنسان على حقه، أن تظهر الحقيقة، علشان طول ما الحقيقة غايبة البلد دي مش هتهدى ولا ترتاح. قبل ما اطلع فاصل وارجع نكمل بسرعة قبل ما استقبل الضيف العزيز، عايز اقول لكم النهاردة انا عندي ايه. انا عندي السيد الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء، او الاستشاري الفني المتنقل، هو خبير في مجال الكهرباء، ليه اشرف فنيا على 1500 مشروع داخل وخارج مصر، واحد من اكبر الاستشاريين في الشرق الاوسط. مجيئه الى وزارة مؤقتة كان لافت للنظر، رغم انه اعتذر عن 4 وزارات قبل ذلك. هذا الرجل كان ليه رؤية لحل مشكلة الكهرباء من برا الوزارة. جوه الوزارة هيحل لنا ايه؟ وهيحل ازاي؟ هنواجه مشاكلنا بعقلية قطاع خاص ازاي؟ هذا الرجل رجل اعمال ولا صاحب مكتب استشاري؟ وضع مكتبه الاستشاري اللي بيشتغل في مجال الكهرباء في الشرق الاوسط وفي العالم ايه؟ الرجل ده مفيش تزاوج وتداخل ما بين العمل الخاص والعمل الحكومي. انا عندي اجابات لبعض الاشياء مش هقولها، هسيبه السيد محمد شاكر وزير الكهرباء عشان نعرف احنا هنعيش في ضلمة هتتحل، النور هيفضل يقطع، هنعمل ايه في الصيف؟ نبيع التكييف اللي عندنا، نشتري مراوح ولا نجيب مراوح ورق؟ المصانع اللي شغالة بالطاقة هنلغي الدعم؟ هيروح للمستحقيه ولا ساعة ما يدخل دولاب الحكومة هيبقى حكومة؟ وما أدراكم الحكومة. ايضا بعدها هيكون عندي الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش. هو اسمه أحمد حجاج، شاب مصري رحالة لف في العالم، لف ما يقرب من 100 دولة، 112 مدينة، رفع علم مصر في كل مكان راح. أحمد حجاجوفيتش الذي أطلق عليه هذا الاسم كاتب روسي، قام بدور لف في بلاد علشان يقول مصر، جمع توقعات كثيرة جدا. رسالة في السفر 7 فوائد. طيب الرحالة الذي كان أمله أن يصعد إلى الفضاء ولكن لم يوفق، يا ترى هيلاقي أكتر من 7 فوائد في السفر؟ يا ترى ممكن ينصح الشباب وهو شاب صغير 30 سنة ممكن يقول لهم إيه؟ هو سيكون ضيفي في الفقرة الثانية. هخرج فاصل، بعد الفاصل عندي القليل من الأخبار، نقرأ ماذا حدث في الخليج قبل استقبال ضيف العزيز وزير الكهرباء. محلي بيؤكد على عدم وجود نية لبيع شركات القطاع العام، وذلك أثناء لقائه بالعاملين في شركة المحلة للغزل والنسيج. المشير عبد الفتاح السيسي يعقد لقاء مع كبار قادة القوات المسلحة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة برفع الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة. المتحدث العسكري يعلن مقتل 10 تكفيريين والقبض على 43 آخرين خلال حملة مداهمة أمنية بالشيخ زويد ورفح والعريش في شمال سيناء. المجلس الأعلى للجامعات يوافق على الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بأن تبدأ الدراسة السبت الموافق 8 مارس الجاري، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 26 يونيو المقبل. وزارة الأوقاف تنهي عمل آخر قيادات إخوانية بها، وهما ماهر جلبط رئيس قطاع الخدمات بالوزارة ومحمد الأنصاري رئيس قطاع مكتب الوزير سابقا. مجلة أرابيان بيزنس تختار 12 شخصية مصرية ضمن قائمة أقوى 100 سيدة في العالم العربي، ضمت لاميس الحديدي وداليا مجاهد وتهاني الجبالي ويسرى ودكتورة غادة عامر. محكمة جنايات القاهرة ترجئ محاكمة 20 متهما بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة فيما عرف بقضية خلية الماريوت إلى جلسة 24 مارس المقبل. اللواء صلاح مزيد مساعد الوزير لشمال الصعيد يشارك في حملة أمنية بالفيوم. إزالة 70 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز الفيوم وسنورس وطمية.
انفجار قنبلة بدائية الصنعة بمحيط مجمع محاكم قنا وإبطال مفعول أخرى. مجهولان يطلقان النار على أمين شرطة بمركز الفشن في بني سويف ونقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.